وسهلا بالمحاضرين. اليوم بدنا نفرجيكم كيف نقدر نضيف صوتيات أو فيديوهات على الامتحانات الإلكترونية. فهنا بنشوف عنا add video، وبنشوف إنه بس نقدر نضيف للأسف فقط فيديو من يوتيوب أو نضيف الرابط ليوتيوب. فأي إشي بدنا نشاركه مع الطلاب إذا مش محمل على يوتيوب من فيديو أو من صوتيات لازم نحمله على أساس إنه نقدر نحطه على الامتحان. بعد ما نحطه في الامتحان بنقدر نشوفه والطلاب يضغطوا عليها وقت ما يدخلوا على الامتحان ويحضروها أو يسمعوها إذا كان صوتية، وبنفس الوقت بيقدروا يشوفوا الأسئلة اللي بالامتحان. فهيك بيكون سهل إنه مش لازم يطلعوا من الامتحان نفسه أو ورقة العمل نفسه. فهلأ إذا إحنا عندنا مثلاً صوتيات، كيف نقدر نعملهم ونحولهم لفيديو على أساس نقدر نحملهم ليوتيوب بعدين نحطها عنا على ورقة العمل أو على الامتحان؟ أول إشي بدنا ندور على برنامج أو ممكن يكون ويب سايت أونلاين نحول من الأوديو لفيديو. فأنا هون فتحت onlineconverter.com audio to video، وراح أخلي لكم الرابط بصندوق الوصف. فراح هون أضغط choose file وأختار الملف الصوتي اللي بدي إياها. فهون اخترت ملف صوتي. هلأ لازم اختار background، يعني اختار خلفية. ممكن انا احط choose file واختار الصورة، او ممكن اختار لون معين مثلا. هون ممكن احط none ولا اشي. هون راح احط خلص black color، انه لون اسود، لانه هذا بس صوتية وما في فيديو يعني الطلاب يشوفوها. بعدين هنا راح أحط convert وهلأ بنستنى ليكمل التحويل من الأوديو للفيديو. بعد ما كمل فتح عندي هذا الصفحة، حكالي conversion completed إنه انتهى التحويل. Download now to get the converted file. فهلأ بدي أعمل download على أساس إني أنزله. Okay، وهلأ عم بينزل عندي على الجهاز زي ما احنا شايفين. فرح نستنى عبين ما ينزل على الجهاز وبعدين أفتح وأفرجيكم إياه. هلأ نزل عندي الفيديو فبدي أفتحه. فتحول هلأ الأوديو. فشفنا تحول الصوتية لفيديو، لكن حطينا زي ما شفنا خلفية سودا. فهلأ بقدر أحملها على اليوتيوب، ونفتح قناتنا وبنحط create upload video. وهلأ بنقدر نحمل الفيديو، لأنه إذا بنشوف نحمل الصوتية أو الـ MP3 ما رح يقبلها. لازم يكون فيديو، ولازم حتى إذا الفيديو ما فيها يعني مش فيديو مثلا فيها أشياء متحركة، لازم على القليلة يكون فيها خلفية صورة عشان اليوتيوب يقبل إن نحمله عليها. فهلأ عم بحمل بالفيديو. فهلأ إذا هذا هو امتحان وما بدنا الطلاب يشوفوا غير بالامتحان، لازم
لازم نحطها unlisted. بهذا الطريقة وقت ما نحط الرابط بالامتحان الطلاب بيقدروا يشوفوها بس كرابط الامتحان، أما ما رح يشوفوها وقت ما نفتح لهم إياه، ما رح يقدروا يشوفوها على اليوتيوب نفسه. فهون وقت ما نحط visibility بنحط إنها unlisted وبنعمل save عبين ما يحمل ويفتح الفيديو. فأنا بيكون عندي unlisted، نفس الوقت باخذ الرابط عملت لها هون كوبي. فهلا بس يعني بس الناس اللي معهم اللينك بيقدروا يحضروا الفيديو، يعني ما بيقدروا يجوا الطلاب يلاقوا الفيديو قبل الامتحان. سو أخذنا الرابط بنحط سيف. فهلأ رح ينزل الفيديو هون وصار صار في إلها رابط، هي عبين ما يحمل. فإحنا وقت ما بدنا نروح على الامتحان أو نضيف كمان فيديو أو الصوتية اللي حطيناها، نيجي نكبس على Add Video وناخد الرابط للفيديو اللي عملناها اللي هي صوتية وبنحطها هون، فبيظهر عنا الفيديو. طبعا هون ما ظهر لأنه لساته عم بيحمل. فبهذا الطريقة بيكون موجود عنا الصوتية أو الفيديو بداخل الامتحان. يعطيكم العافية.